chaud. والله أنا برأيي كل شي فرجاتك يا حلو، بس أنت بقى خلينا نفهم ذوقك ونقلك شي واحد لنشتري. قال ما عن جد انت ما بتفهمي بهالشغلات، رحتي نقيتي اكثر واحد بريء. شو بعمل؟ انا ذوقي هيك. انا كثير مشتهي اعرف كيف بده يخلص هالفيلم اليوم. ما شاء الله ما شاء الله، حلوه كثير. تمها وانفها كانه مرسومين بالقلم. ان شاء الله يكون حظها حلو مثل وشها يا رب. وثيقة الولادة؟ انت دائما بتقولي ولادي مبكرة ولادي مبكرة، بس ليكي مكتوب هون انه طولها 50 سنتيمتر. الحمد لله طولها ووزنها كويسين كتير عم صالح، بس انا بضل حاسستها انه صغيرة بشكل مو معقول. ياي يمكن جاعت، لازم اروح، ما بتأخذني ما هيك عمو صالح؟ اذنك معك اذنك معك، يمكن ملك والست كهرمان بدهم يتأخروا بالجاي، انت بس خبريهم اني مريت. ماشي وصل ولا يهمك. ليه هيك الرقص؟ كبر رفقاتك. أمر يا سكرة. شادي بدي أطلب منك شغلة. بتأمري أمر، قولي لي عم اسمعك. عمو صالح أخذته ولا لا؟ شكرا كثير. بس اسمع، عم اعملها مشان حكايه مو مشانك. هي كمان من حقها تحمل كنيه ابوها مثل كل الاطفال. معك حق امو، اذا عرفوا اني اخذتها ما بقى بيدخلوني على البيت فلا تبادلنا. لا تشغل بالك امو، انا ما رح احطك بموقف غلط. معناتها الاحسن روح هلا سجل حكايه على اسمي، لانه ايلول لساتها نايمه. إيه هيك احسن، انا طالع لفوق. شو لا؟ حبيبي ايمتى بتخلص شغلي اليوم؟ والله مطول. لا لا تقول. طيب ما فيك تاخد اذن؟ خلصني احكي. شوفي في موضوع مهم كتير اخي. وينك؟ اجا الاستاذ بحكي معك بعدين، بس اخي لعينك كون عندي بالبيت الساعة 6، الشغلة فيها حياة او موت. لا خبرني شادي. شوفي ايلول، انت فقتي؟ صار لي حوالي ساعتين. انا رحت على المعهد، بعدين مريت على الماركت، اشتريت شوية اغراض. انت روحي ارتاحي، انا رح روح ساوي اكل. ما جعتي؟ مو كتير. جاي على بالك اكلة معينة؟
أركان تليفونك عميرن، بدك رد؟ لا حبيبتي لا تردي، عم يتصلوا من البنك، قبل شوي اتصلوا وما رديت. تأخرتي حبيبتي بسبب الطقس حبي. جبتي كل الوثائق معك ما هيك؟ جبتن ليكم بشنطايتي. ايه شو هلا بدنا نوقف بالدار؟ ايه حبيبتي، او بالاصح بدنا نخطي اول خطوه بطريق امريكا. بدي اسالك سؤال، انت رحت قبل هالمره على امريكا وبيعطوك فيزا، طيب انا ما رحت بلكي ما عطوني. لا يعطوكي، ساعتها بنروح بطريق التهريب، من هي اللحظه ما بقى حدا بيقدر يوقف طريقنا حبي. يلا لك. شادي ايلول اعمل شوربه. ايلول حبيبتي عندك شوربه بطاطا بالبندوره وشوربه خضار بالكريمه، اي بدك منه؟ شو هاد ايلول؟ شو عم تعملي؟ بدي روح. أنا مليت من كذبك علي، عينك كنت عينك أركان. ها والله رحت على الماركت ورحت على المعهد، ليش ما بتقلي بصراحة أنك رحت تسجل بنتك بخانتك؟ أنا ما كنت ناوي أخبي عنك هذا الشيء. أها بس فكرت إنه الوقت مانه مناسب. بعدين ليش لحتى نحكي بالقصة؟ هي البنت بنتي ومن حقي كأب إنه أعمل هيك. إذا فكر المشكلة بنتك بتكون غلطان يا أركان، ماشي وجود هي الطفلة مضايقني كثير وموتر لي أعصابي، مزبوط ما بنكر هالشيء. بس المعصبة منه أصلاً هو استغباكن إلي أنت وأسيل. أنت عن شو عم تحكي؟ عم بحكي عن الكذب اللي عم تكذبوه علي أركان، خليتني صدق أنك أول مرة تخيلت الأبوة معي. لأن الحقيقة والله؟ لهيك سميت بنت أسيل بنفس الاسم اللي اتفقنا عليه لبنتنا، معناها نفس الحلم حلمته معي ومع حبيبة قلبك أسيل. ليكي أنا برأيي لا تحكي أكتر، سكوت أركان لا تصغر بعيني. خلاص هي حققتوا هدفكن، صار عندكن حكاية وأنا طالعة من حكايتكن. حبي أنا لازم لاقي شغل تاني فورا، أنا بشتغل وأنت بتدرس وبعدها منفتح حساب مشترك بالبنك ومنجبر حالنا نحط بالبنك كل أسبوع 200 دولار ماشي؟ وأنا كمان بشتغل شغلتين، إذا ما مشي الحال بشتغل بالترجمة بالليل، بدي حاول شوف شي دار نشر، وأنت هلأ خليك ممشي حالك ببيت الخالي ملك، وهيك منخلص من إيجار البيت ومصروفه. لا تخاف المفتشة ملك ما بتقلعنا أبدا، خصوصي بعد ما ولدت حكاية. جمدت من البرد. لحظة خدي حبي هلأ بتدفي. شكرا حبي. شو هالجاكيت من هلأ دفيت. لك حاسة انه روحتنا تأكدت، متوترة كأنه الطيارة بعد ساعة. رح تصير حبي.
بس أنا كتير بخاف من الطيارة. أنا بحميكي روحي. شو هذا يا؟ من هلأ عم بيعاملونا معاملة شعوب العالم الثالث، حتى هالكلب ما عجبنا. بعد أحداث 11 أيلول صاروا يفتشوا بدقة أكتر، بس ما بيهجم على البنات. مو شكله هيك. ليش هذا عم بيعوي علي؟ ليش جن علي هيك؟ عفوا يا آنسة، ممكن تدخلي لهون شوي؟ ليش؟ لو سمحتي تفضلي، لا تعملوا مشكلة. تفتيش روتيني. شوفي تفضلي من هون. يا الله منك، من كتر ما نقيتي فوق راسي نسيت مرقة اللحمة. ستي هلأ بمرق لعند معلة وباخد منها. بدي احكي مع الست ام بدر وبعدين بلحقك. معلش. ماشي بس لا تطولي، بدنا نلحق نساوي العشاء. ماشي. ست ام بدر اذا فاضيه شو رايك نحكي مع بعض شوي؟ طبعا تفضلي فوتي لعنا. ماميشكا يسلموا حبيبتي، لولاكي هلا كنت رجعت لعند السمان تحت المطر. معقول هالحكي ماميشكا؟ ولو ما عندي ببعت فوزي يجيب لك. ناقصك شي تاني؟ بسم الله. هون بيت فوزي شكر. لا تكونوا جايين مشان الحرمية. لقيتوا قليلين القصر؟ لقيناهم مدام. ماميشكا رجع الحق لأصحابه. الله يعطيكم العافية. شو عملتوا؟ حطيتوهم بالسجن؟ حققنا معهم خالي، وكل شي عملوه اعترفوا فيه. قالوا انه جوزك مستأجر الجماعة وانه اتفق معهم على السرقة مشان ياخد مصاري من التأمين. شو؟ انت شو هالحكي اللي عم تقوله؟ عمو صالح؟ مساء الخير، مالك لهلا ما رجعت؟ ما رجعت عمو صالح. ايه، قولي لاني مريت. ماشي عمو تكرم. عمو صالح؟ ايه بنتي؟ بعد الظهر ممكن عم نشوف وثيقة الولادة سوا؟ تتذكر بعدين وين حطيناها؟ دورت عليها بكل مكان بالبيت وما لقيتها. لا والله ما بتذكر، اصلا ما دقت زيادة، يعني ليش لدق؟ شو ضايعة؟ تفرجنا عليها سوا، بعدين بكت حكاية وأنا طلعت لشوفها. بس كانت بإيدي وقت طلعت ولا لا ما عم بتذكر. أنا طلعت مباشرة بعدك أسيل وما مديت إيدي عليها أبدا، تعرفيها. شو هالحكي يا عمو صالح؟ أنا ما قلت إنك أخدتها. لا أنا أخدتها، أعطيتها الأركان. سامحيني وقفتك على الباب. يا الله وين راح هذا المفتاح؟ بالله لا تواخذيني. أسيل أنا ما بحب أتدخل بقرار حدا وخاصة بهيك شغلات، بفضل إني أكون بعيد شوي، بس أركان مثل ابني وأعز وبعرف منيح كتير كيف واقع بين نارين. بعدين أنا عملتها من جهة مشان حكاية ومن جهة مشانه، لأني بعرف إنه لساته بحبك. صدقيني يا أسيل لساته بحبك. والله انحرجت منك، يعني لو ما انت قلتي لي ما بيخطر ببالي اطلب المفتاح من شادي. عادي كتير من اللبك يا ست ام بدر. وخليتك تستني على الباب، ما بقى بتركك قبل ما ضيفك شاي. ألما مو قلتي انك جاهزة؟ فكرت حالي جاهزة بس طلعت مو جاهزة. بيكون اجا شادي لروح افتح الباب. ألما استني، بالاول بنحكي وبعدين بتفتحي. لا عيب هيك، انا بفتح الباب. اجيت شادي؟ يلا فتحت الباب.
أنا تعبت كتير من الحكي أركان. ليكني رح ريحك على الآخر أطلع من حياتك، وساعتها فيك تحكي مع مين ما بدك حياتي. ما هيك مجد؟ بس برأيي لازم تستعجل شوي، لأنه السيد مجد جاي بورد وجاي يزور الست أسيل. تسمع نصيحتي سيد مجد؟ أنت ملاحق المرة الغلط. شوف، رغم أني بحياة أركان ما كسبت هذا الصراع ورايحة، برأيي لا تدمر حياتك وتعذب حالك أكتر وروح، لأنه هدول الاثنين ما بيفكروا غير بحالهم وبس، ما بتهمهم أبداً حياة حدا تاني أو أحلامه أو مشاعره. إيرول، شو صار؟ هالحكي كذب أركان؟ أنا صدقتك، بس شو صار؟ اترك المسكين مجد يشوف الحقيقة بنفسه. لمين هالجاكيت؟ عم بسألك ردي علي. الجاكيت إلك ولا لحبيبك؟ الحبوب اللي بجيبتها مين بتعطاهم؟ ليش ساكتة؟ انت قول، حضرتك اللي عم تتعاطى ولا حبيبتك؟ ما بعرف، انا ما بتعاطاهم، ما لي خبر ابدا فيهم. شو هاد يا؟ جايين تقدموا على فيزا ومعكم حبوب؟ زملائنا هون مسكوكم، اما بتحكوا مثل الخلق او دموعكم ما رح تفيدكم ورح حطكم بالسجن، والفيزا بتاخدوها باحلامكم. الجاكيت والحبوب لإلي. نور شو عم تعملي انتي؟ بس خلي اللي حكيناه بيناتنا ماشي؟ طبعا أسيل، بس انتي كمان فكري منيح باللي قلته. طيب منلتقي عمو صالح. منلتقي بنتي. يا أسفي عليكي، شوفي حالتك، مكتوب لي شوف هالأيام كمان. أمي ما صار شي، نحن بس لهيك لابسي هاللبس هاد؟ ها؟ بتقولي فوق أو سقي فيه؟ بهدلتيني قدام مرة غريبة. فورا فورا بتلمي غراضك ومنكمل حكينا بالبيت. مجد، ما كنت متوقع جيتك. معناتها الخالة كهرمان ما قالت لك إنها دعيتني على العشاء؟ لا ما معي خبر. لهيك لكن راحوا هي والخالة ملك يتسوقوا، بس لسه ما رجعوا، مشان هيك الأكل لسه مو جاهز. إذا بتسمحي ممكن استنى جوا؟ مجد بتعرف جماعتنا، هلأ إذا بيشوفونا وحدنا بيفهمونا غلط. إذا بتحب بس يجوا بتصل فيك وبعطيك خبر، ممكن؟ أسيل أنا بعرف ليش أنت متوترة، وأنا طالع لهون سمعت اللي قاله السيد صالح بدون قصد طبعا. لا أولو، شو دخل هاي بهاي؟ لو سمحتي خليني فوت، لأنه أنا كمان بدي أحكي لك شي بيتعلق بأركان. تفضل على الصالون وأنا رح شوف حكاية وبرجع فورا. شو بيعني هالشي بدر؟ أنا فكرتك بالشغل بجي وبلاقيك هون؟ أنا كنت بالشغل أمي. ما كفاك المشكلة اللي عملتها؟ شوف الحالة اللي حطيتني فيها قدام الست ملك. وقت اجت المرة تعرض علي اشتغل معها شافتك بهاي الحالة، ومع مين؟ مع بنتها. أمي ماني مضطر أحكي لك ولا أحكي للخالة ملك اللي بيناتنا، لأنه هي بتكون حبيبتي. ايه طبيعي، كبرت لتعمل كل شي، بس مسؤولية البيت بتصعب عليك. لما وقفت قدامي وقلت لي طقيت بدي أعيش حياتي، أنا صدقتك وبعرفت إنه هذا اللي بتقصده. وبعد كل هالعمر خليتني انزل وروح اشحت شغل من هاد وهاد، بس طلعت نيتك مختلفة تماما. ولك يا حيف عليك يا ابني.
ميشكو الله يخليك افتحي عيونك. صحيت صحيت، عم تعملي هيك لاصحى؟ بس بدك تفطسيني بالكالونيا، بعدي عني بعدي. امي خفت كثير لا يصير عليك شيء. انا شو الي شغل ببيت جوزك هاد؟ والله ما بعرف، ما بقيت حيله محتاله هذا الزلمه. امي انا جوزي يمكن تكون عينه جوعانه بس مو محتاله، انا شفته بعيوني قديش انقهر وقت اللي الغراض راحوا. سدي حلقك، بيكون انقهر لانه ما لعب لعبه احسن وعبى جوب واحد كذاب وحرامي ونصاب. لا تقولي حرامي امي، بعدين لو هيك فوزي كان حتى خبر للشرطة اكيد. امي يمكن لما الشرطة ما لقوا الحرامي مشان هيك رموا التهمة على جوزي. اه يا معلق، ما بقلك منص عقل على الفاضي. يا بنت انتي مالك خبر باللعب اللي عم تدور قدام عيونك؟ ليش لترمي شرطة الدولة وكبرى كل التهمة على جوزك؟ ايشو ما لقوا حرامية حواليهم يعني البلد فاضية؟ انتي سمعتي كمان مسكوا المتعاونين معه والجماعة حكوا عن الرسالة اللي عملوها سوا. ونحن لهلأ عم نفكر شلون بدنا نساعده لهالزلمة. ولي على قلبي أمي. صدقيني قلب فوزي مو أسود كل هالقد. أهلين ست كهرمان، أنت جيتي؟ عملتي منيح. شوفي انا جبت لك سكاكر بالبندق كمان، شوفي ما احلاهم. منين سرقت المصاري واشتريته؟ احكي. امي شو عم يصير يا سد حلقك وخراس؟ فكر حالك تقدر تضحك على الكل بس وقعت بشر اعمالك. خراس عليك خراس. وقفي شوي الله يخليكي. ليش عم تضربي؟ شو اللي شفته لهون وحكوا كل شيء عملته؟ الله لا يعطيك عافيه. انت شو عم تقولي ست كهرمان؟ انا المغدور هون. شوفي اذا حدا حكي لك شيء الله وكيلك كذاب. اسمعوا على الحكي، لهلا عم يحكي، لهلا عم يحكي. خلي فوزي يحكي، لا تخليني بلش بجوزك. ها طيب اسمعيني بس. حضرت الشرطي ممكن احكي تليفون؟ لا تستعجل، بعد ما نحن ناخذ افادتك بتحكي مع مين ما بدك. عجبك اللي عملتيه؟ بدل ما ناخذ الفيزا اخذونا الشرطه. كل الحق علي، اصلا الحبوب الي ما هيك؟ انا ما بعرف شلون دخلوا جيبتي. لو ما انك ناطه وحامل الذنب كنت بقول لهم اني مغدور. ليش لا تتحمل الذنب؟ لهلا عم تقول ما معي خبر بشي؟ يا ريتك جاي وحاكي لي. انا شو بدي احكي لك نور؟ صدق ابدا، كل ما بدنا نقعد لحالنا بتجي امك وبتكبس علينا، والاحلى من هيك انه اليوم امي اللي اجت وكبست علينا. اكيد هي امك ورا الموضوع. بدر امي لا ملاحقتنا ولا شيء، هي كانت صدفه سيئه وبس. هيك لكان. طيب جاية خفر السواحل كمان صدفه لما ابحرنا بالمركب؟ بدي احكي لك كل شيء الما. شوفي يمكن ما معي خبر بس انا رح اقول لك، امك هي اللي خبرت عنا. بتقلك ما رح تتدخل، اعملي اللي بدك يا ألما، بس بالحقيقه لهلا عم تراقبك. ما كنت بعرف. انت منين عرفت يعني انه خبرت عنا؟ سعيد قال لي انا بسبب امك عم تبهدل قدام الكل. شلون بترتب الشغله وبتكبس بنفس اللحظه؟ فهميني انا ما عم بفهم ألما. بدر امي بهي ما لها علاقه، حتى لو مو جاية ما كان رح يصير شي بيناتنا، لهيك ما في لزوم تتهم امي على الشي فاضي. انا فكرت بقدر اعملها بس. مزبوط، انتي زبطتي حالك وحضرتي كل الامور، بس انا سألتك ألما قلت لك انتي متأكدة بس ما سمعتيني. بعدين عم تحسسيني كأني متهم عم بعملها بالزور يا ألما. طلعت ماني جاهزة، انت ليش ما بدك تفهم؟ ألما شوفي انا بالحقيقه ما عم بفهمك،
أنا ما طلبت منك هي الشغلة بأي وقت ألما. بيجي لهون وما معي خبر بشي، بتقلي لي إنك حابة تكوني معي، بعدين بقلك لا لأني خايف أجرحك، بعدين بتقلي لي إنك حابة عن جد وأنا بصدق هالشي وتقربت منك، وبعدها بتقلي لي مثل الأولاد الصغار ما بدي لا تعملها، وفوقها كأني أنا مرتب كل شي بطلع بمظهر المذنب قدام أمهاتنا. شكرا كتير ألما. صالح عدم المؤاخذة، ما عرفت لوين بدي روح. لا لا، شو هالحكي هاد؟ نحن مو لازم تكون أرواحنا مع بعض؟ طبعا بدك تيجي لعندي. أيوة هلأ هديتي، حكي لي لشوف. ما بعرف شلون بتنحكى هاي القصة، بتخجل. لو كان عندك بنت يمكن أقدر أشرح لك بسهولة أكتر. وقت بفكر إنه كل شي تصلح مع ألما وخلصنا، بتقوم فورا تطلع لي مشكلة. كل ما اتذكر المنظر اللي شفته فيه بحس بغصة بحلقي. يا ملك لك انت من شو زعلانة؟ انت ما قصرتي وعملتي كل اللي بيطلع بايدك مشان ألما، بس شو ما عملتي انت ألما رح تلاقي طريقة وتمشي فيه. ألو سعيد. بابا أنا نور هلأ بالمخفر. شو؟ ابني مو كنتوا بدكن تروحوا مشان الفيزا؟ ايه صارت مشكلة والشرطة وقفت نور. بابا ما فهمت عليك، انت شو عم تقول؟ بالتفتيش لقوا مع حب. بابا لقوا حب؟ حب شو؟ مخدرات. مخدرات؟ ايه بابا. ابني شو علاقة نور بالمخدرات؟ ولا لتكون انت رجعت من جديد؟ ما صدقت كيف خلصنا من هالقصة. اوعك تقلي انك استخدمت واستغليت البنت بهي الشغلة. ابني شو عملت انت؟ بدنا نرجع نفتح الدفاتر القديمة يعني؟ بابا انا مالي علاقة باللي صار ابدا. يعني الحق كله على نور ما هيك؟ استنى انا رايح لهنيك بنحكي بكل هالشي مواجهة. انا هلأ بتصل بالمحامي وبروح بسرعة لعندك. شو صار صالح؟ شو هالحظ العاطل؟ حتى ابي عم يتهمني. انا كل اللي عملته مشان فرشتني معشعشة، طقت روحي من الاهانة والبهدلة والزل. انا ردتك تعيشي براحة يا معلّة وبتقبل السرقة حتى يرضى عني قلبك. انا ما طلبت منك شي فوزي، لا طلبت منك فاروق ولا طلبت ذهب. يكون عندنا بيت صغير نعيش فيه انا وياك، ما طلبت غير هيك منك. اصلا طيبة قلبك هي سحقتني معلّة. لما بتعملي هيك بقول لحالي شو بينقصها مرتي عن النسوان التانيات. انت غلطت، انا غلطت معلّة، سامحيني. بس اذا بتديري لي وشك هيك معلّة ما بتعرفي شو بيصيرها. بلسانك هاد ما بتقدر تضحك غير على معلّة. بس ست حلقك بقى لانه ذنبك صار قد الجبل. بس هيك ما بيصير ابدا يا ست كهرمان، بسببك ما في تواصل بيني وبين مرتي، وجودك عم يعمل ضغط نفسي على علاقتنا مع شي. انت هلا اشوف الضغط لشوف. اجانا بلاغ انه السيد فوزي اجى على البيت. تعال ابني تعال، شايف هذا اللي عم يتمرمغ على الارض؟ هذا هو. في بحقك شكوى سيد فوزي، بدك تروح معنا. ارحمها يا الخاينه. انت شو عم تقول؟ لا شوف حضرة الشرطي في غلط، انا ما عملت شي لحدا، انا بريء. بالمخفر بتحكي لنا؟ مرتي اعملي شي، وقفي جنبي بالمخفر، لا تسلميني إلون معلّة. يا سيد رجاء لا تعملنا مشكلة. يا أكبر حرامي بهالبلد، مفكر حالك رح تفلت باللي عملته ما هيك؟ حضرة الشرطي شوف هاي المرة، هي حماتي عم تعمل اللي بيطلع بإيدها مشان تخرب لنا بيتنا أنا ومرتي. دقيقة أنت شوي دقيقة. شي الله بالمخفر بنشوف مين المذنب. معلّة هدول بدهم ياخدوني أحكي لك شي شغلة. أصلاً أنا اللي بدي أقول آخر كلمة.
خلصت هاي الشغلة، بدك تطلعها فورا، فهمت؟ يا رب دخلك، ليش هيك عم بيصير فيني؟ هذا الولد بسبب رجعته لعادته القديمة رح يبلينا ويبلي نور معه. صالح لا تقرر فورا قبل ما تفهم الشغلة، بلكي كانت الحبوب عن جد لنور مو لسعيد. معقول هالشي؟ لو كانت البنت بتتعاطى كان حدا منا انتبه عليها. هدول شباب يمكن قدروا يضحكوا علينا، ليش دخيلك منعرف شو عم بيعملوا؟ انا رح روح شوف المحامي وبعدين ببلغك شو رح يصير. وقف، انا كمان بيجي معك. ما بيصير هيك شي، انت خليكي هون هلأ بخاطرك. خبرني شو بيصير. اوه سكرة الصباح، انا كنت خايف ومتلبك لاني جاي بكير. لا شادي، حتى تأخرت، فوتت الحفلة. حفلة شو يا؟ شو صار خير؟ أكيد هذا الترتيب ما كان من شان لقاء الحب تبعكم، ما؟ لقاء الحب تبعنا تحول لمداهمة أهل. عم تقولي مداهمة أهل؟ وشلون داهموكم؟ أنا هلأ قدرت أطلع من البيت، هنيك منلتقي. بعدين منحكي شادي، هلأ مزاجي معكر. أوكي ماشي. عمو صالح؟ آه يا بنتي، شو اللي عم بيصير فينا؟ معقول هالشي؟ يا الله، واحد بالمغفر وواحد ببشكلي، فهميني عمو انتو ايمت رح تكبروا؟ شو صار عمو صالح؟ مغفر شو؟ اتصل سعيد قبل شوي وقال لي انهم موقفين نور. شو صار؟ ليش؟ ما بعرف ليش وقفوها، هدول راحوا يقدموا مشان الفيزا وهونيك بالتفتيش ملاقيين معهم هذا اللي اسمه حب مخدر. كتير هيك؟ نور ما لها علاقة بهيك شغلات. عمو صالح ليكون سعيد رجع يتعاطى؟ ما بعرف بنتي ما بعرف، لما بوصل بعطيكم خبر. أنا كمان بدي روح. ما بصير، أمك عم تستناكي لينشغل بال عليكي، يلا طلعي لفوق. لا عمو صالح، أنا ببعت مسج لأمي، بعدين أنا لازم أوقف جنب نور بلا ما أروح البيت. ماشي يلا. أنا اتصلت فيك بس ما لقيتك، كنت رح أستأذنك بس كان في أمر ضروري وكان لازم أطلع. ماشي معلم، بكرة بعد المعهد بيجي وبعوض لك ياهون. طيب شكرا، يعطيك العافية معلم. مستعجل لدرجة ما لقيت فرصة تتصل بمعلمك تاخد إذنه؟ إذا بكرة أو البعده بتتقلع بتكمل معنا، بس وقتها إذا بتكون أولوياتك مختلفة احكي لنلاقي محل تقاوى فيه، لأنه صاحب البيت كم يوم وبيدق الباب، وقتها أنت قل له ليش ما قدرت تاخد سلفي. أمي ما حدا تقلع من الشغل، لا تضغطي علي. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ تصرخ إنك تضايقت ومليت؟ أنا وثقت فيك يا بدر، فكرتك رح تكون قد المسؤولية، بس طلعت غلطانة كتير. شو؟ مانك كامل مثل ما أنا فاكرينك أخي؟ كل واحد يحكي عن حاله هيلين. لما بتفيق بتاخد وقت لترجع تنام. ما في مشكلة. ايه شو بدك تحكي؟ قد ما قلتي انك بتكرهي، بس انت لهلا بتحبي تسمعي اخباره ما هيك؟ لا، قلت لي بدك تحكي اثرت فضولي. ليش عم تنكري يا اسيل؟ لما سمعتي اللي قاله الاستاذ صالح انفعلتي. ماشي، أركان لهلأ بيحبك، أنا يلي بدي أعرفه أساساً هالشي شو بيعني لإلك أنتي؟ حدا إجا. مين هاد؟ آه يا أمي، ما لقيتي غير اليوم لتعزمي مجد. هاي انتي خالة ملاك؟ اي اسيل، انا بنتي انا. اهلا وسهلا خالة ملاك. اهلين وسهلين، اهلا وسهلا فيك ابني. اهلا وسهلا، مساء الخير خالة ملاك. ستي عازمة مجد وكنا عم نحكي سوا لبين ما تجوا. ما اجت امي؟ انتو ما كنتوا سوا؟
قالت لي راح تمر على معلا بيكونوا شردوا بالحديث. عدم المؤاخذة ابني، نحن عزمناك بس لسه ما عملنا حتى شوية شوربة. مو مهم أبدا خالي ملك، أصلا أنا كان بدي أحكي مع أسيل وروح. إيه بالإذن لروح رتب الأغراض اللي جبتهم. ما بيصير تزعلي حالك مشان واحد محتال مثل جوزك هاد. خليكي مطلقة أحسن ما يكون عندك هيك رجال. أمي أنا رح أرجع أنس قاعدة بالبيت كأنه القدر ما رح يضحك بوشي أبدا. ضحك لك ضحك لك، بس أنت ما بدك رجال مثل الوردة، حرقتي حالك مشان هذا المحتال. تحملي ذنب اللي عملتي بقى. لهلا عم تستني؟ لهلا حب قولك له معنى؟ مجد أنا خايفة أجرحك من اللي بدي أقوله. ماشي، معناتها أنا رح أقول يلي بدي أقوله، بس بدي إياكي تجاوبيني. إذا أنتوا عن جد بتحبوا بعضكن، طيب شو المشكلة اللي بيناتكن؟ طالما هو عرف بقصة البنت فليش ما عم تجتمعوا؟ شو سبب هالسؤال؟ أسيل، الخالة كهرمان دعتني الليلة بشكل كتير خاص، يمكن يصير بيناتنا شيء ونأسس بيت. شو قلت؟ انت اسمعيني بس بدون ما تحكي اي شيء هلأ. الحقيقة وانا جاي لهون كنت متأمل كتير، بس وانا طالع شفت شوية شغلات، يعني لو ما حكيت لك شلون ما كان كنتي رح تعرفي، بس حبيتك تسمعي مني. ايلول قبل شوي طلعت من بيت اركان ومن حياته كمان، ما بعرف إذا بتقدروا ترجعوا تبلشوا من جديد، بس قبل هيك يا أسيل حابك تعرفي شغلة مهمة. أنتي وحكاية مهمين كتير بالنسبة لإلي، بس البداية الجديدة ما بتتأسس، ما بتتأسس على الآمال القديمة. أنا بعرف هذا الشيء من حالي. لو في أدنى احتمال يا أسيل ما كنت بتشوفي أي شيء عم يدور حواليكي. إذا بدك روحي احكي مع أركان، بالنتيجة إما بتعيشي هذا الاحتمال أو بتشيليه تماما من قلبك. إذا مات هذا الأمل جواكي وإذا أنت بتريدي أنا رح أكون وقتها عم بستناكي مثل ما تركتيني.